مشاهدينا ومتابعينا الكرام تتواصل التحديات والانطلاقات على ارضيه هذا الميدان ميدان الهباب لسباقات الهجن العربيه الاصيله ينطلق شوطنا الخامس المخصص لفئه الابكار الإذاع مسافتنا هي الخمسة كيلو مترات تحمل في تحدياتها وانطلاقات هذه الأشمال الغوية الحاضرة والمتوافدة على أرضية ميدان الهباب مباشرة أبدأ مع المركز الأول ليتعرف على الشاهينيه التي تاتي على بدايه الشوط لهي جناد وياتي سالم بن سعيد ياتي بمتابعه وانطلاقه الشاهينيه المركز الثاني تاتينا العنود القادمه على المركز الثاني سيف بن مطر بن محمد الضبيعي الكتبي يقدم لنا العنود يقدم لنا عنود الصيد القادمه على المركز الثاني المركز الثالث اوصلتنا وتقدمت افراح لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم طارش بن مبارك بالقوبع ياتي مع افراح على المركز الثالث المركز الرابع هناك الوصول مع انطلاقه وبرة عبيد بن سعيد بن عبيد الخاطري يقدم لنا وبرة وايضا الوصول والقدوم مع الشاهينيه الواصله سلطان بسيب الضبيعه الاكتبي يقدم لنا الشاهينيه ال المركز السادس تأتي ويأتي شعار بن سليم مع مهمة حمد بن سالم بن سليم يقدم لنا مهمة الحاملة لمهمة هذا الشوط مكلفة بمهمة هذا الشوط مع شعارك يا بن سليم المركز السابع هناك الوصول والقدوم أيضا مع انطلاقة وتحديات وشل علي بن سالم بن حمد الكتبي يقدم لنا وشل علي مقدما هذا الاسم المميز ايضا الوصول والقدوم مع الشاهينيه الواصله لهجن الدشبه على المركز الثامن والتاسع ايضا الشاهينيه والشاهينيه والمركز العاشر لهجن الدشبه وسالم بن سعيد من يتابع هذه الشواهين مشاهدينا متابعين الكرام هذه العشر المراكز الاولى المتقدمه بهذا الشوط الباحثه عن الفوز ولا انتصار الباحث عن ناموسي هذا الشوط تعود الى المركز الاول الى بداية هذا الشوط اعود الى الشاهينيه مع هجن الدشبه وسالم بن سعيد من يقدم لنا الشاهنية مع بداية الشوط مع بداية الشوط من تاتي مع المركز الاول تاتي مع بداية هذا التحدي المركز الثاني العنود يقدمها سيب مطر بن محمد على الكتبي يقدمها على صدارة الشوط المركز الثاني وصلتنا الشاهنية سلط سلطان بسيب بطبيع الكتبي يقدم لنا الشاهنية على المركز الثالث المركز الثاني نعم العنود سيب بن مطر بن محمد بطبيع المركز الثالث الشاهنية سلطان بسيب بطبيع الكتبي رابع المراكز وبرة 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 عبيد بن سعيد بن عبيد الخاطري الخاطري يقدم لنا وبرة غادم من ميدان السوان باحثا عن الفوز والانتصار باحثا عن الفوز والانتصار نتمنى لك التوفيق ولجميع المشاركين في هذا الشوط مع هذه الاسماء القوية المركز الخامس اوصلتنا وتقدمت ووصلت ايضا افراح لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم طارش بن مبارك بالقوبع الحميري يتابعها يتابعها بعملية التضمير وبن سليم يقدم لنا مهمة حمد بن سالم بن يقدم لنا مهمة القاتمة والواصلة على المركز السادس المركز السابع على اسماء القادمة هناك وشل علي بن سالم بن حمد بن سليم يقدم لنا وشل على المركز السابع قادمة وشل المركز الثامن والتاسع والعاشر مع هجن الشبه وسالم بن سعيد من يتابعهن بعملية التضمير لكن البداية لكن البداية مع المركز الأول ما شاء الله تبارك الله هجن تاتي مع بدايه الشوط تاتي مع بدايه الشوط مع الشاهينيه والشاهينيه تاتي مع المركز الاول لهجن الدشبا وسالم بن سعيد من يقدمها من يقدم هذا النوع الممتاز من يقدم هذا النوع المميز الجميل لكن لكن العنود العنود وأبناء نجوى حاضرين على المركز الثاني مع العنود يقدم قدمها سعيدة أو سيب بن مطر بن محمد بالضبيعة الاكتبي يقدم لنا العنود يقدم لنا العنود القادمة على المركز الثاني ولكن بالضبيعة بالضبيعة قادم سلطان بن سيب الضبيعة الاكتبي يقدم لنا الشاهنية والقادمة وبره عبيد بن سعيد بن عبيد الخاطري واصل وأيضا وصلت أوصلت وشل علي بن سالم بن حمد بن سليم يقدم لنا وشل يقدم لنا وشل ولكن هجنة الشباب هجنة الشباب مع المركز الأول مع صدارة شوط را. مع الشهينية. راحت مع الشاهنيه راحت مع الشهنية باعدت المسافه باعدت المسافه انطلقت ما شاء الله ولكن ابناء المدام ابناء المدام حاضرين على المركز الثاني مع انطلاقه وشل علي بن سالم بن سليم يقدم لنا وشل يقدم لنا وشل القادمه ركز ركز يا ابو علي ركز يا مالك وشل يا مالك وشل ويا علي يا بن سليم مع انطلاقة هذه الأسماء وأيضا وصلت الأسامي أوصلت الشعارات ولكن البداية ما شاء الله تبارك الله هجن الدشبة مع بداية التحدي ولكن ابناء المدام ولكن وصلت هجن الدشبة أيضا على المركز الثالث ولكن البداية لكن خلاص يا جند الدشبة وشل وشل, وشل 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 وصل بن سليم وصل بن سليم الله الله ولا كان هجن سلام سلام يا هجن الدشبة توكد الحضور المميز مع النقطة الثالثة مع النقطة الثالثة سلامي سلام لعشاق هذا الشعار ومتابعينا ومحبينا يهدي الفوز والانتصار تهانينا والناموس لهجن الدشبة وإلى المضمر سالم برسعيد المركز الثاني وشل علي بن سالم بن سليم المركز الثالث لايضا لهجن نادي الشباب المركز الرابع لهجن نادي الشباب المركز الخامس افراح لسمو الشيخ مكتوم بن محمد برايد المكتوم تهانينا والناموس التوقيت سبع دقائق وخمسين ثانيه تهانينا لهجن نادي و والى سالم بن سعيد